السكشنز المختلفة بتاعت الستيل ستراكشر، وقلنا إن إحنا المرة دي إن شاء الله هناخد هنبتدي نتعرف إزاي لما يكون مدين مسقط واحد نقدر نستنتج منه بقية الشكل، مسقط طبعًا بالماركينج، وإزاي نعمل سكشن، ودي آخر حاجة في المنهج بتاعنا. الأسبوع اللي جاي إن شاء الله هناخد برضو هنيجي هناخد تمرينات أصعب شوية من دول عشان يبقى نقرب من الامتحان، نقرب من مستوى الامتحان. طيب قدامنا الشكل اللي قدامنا فوق دهوت، يعني خش تولي قدامنا الشكل اللي قدامنا ده اللي هو مكون من ايه؟ لما نبص كده نشوف مكون من ايه؟ مكون من اي سكشن جاي ناحيه اليمين اهو هنا اهو، واي سكشن تاني جاي ناحيه الشمال. اي سكشن ده داخل متصل مع اي سكشن عمودي عليه الاتجاه دوت، ونفس حكايه الاي سكشن التاني. وزي ما احنا شايفين هنا السكشن الاي سكشن ده مع الاي سكشن دوت، الاي بيم ده مع الاي بيم ده مبسوطين مع بعض بايه؟ ها؟ ال واحدة ولا اثنين ال؟ اثنين ال، واحدة من قدام واحدة من ورا. ونفس حكاية الناحية الثانية برضو، الناحية الاي بيم اللي جاي من على الشمال مكتوب مع العمودي ده برضو باثنين ال قدام وال ورا. اوكي؟ و طيب الاثنين دول مبسوطين مع بعض بايه؟ النص ده والنص ده موجودين مبسوطين مع بعض ببليت تحت وبليت فوق. ليه تحت وليه فوق؟ اوكي؟